اول خطوة هنذوب السكر في المية على البارد. هذه اول خطوة اللي هو السكر الابيض. طوع نخلطه لين ما يذوب، وبعدها بعد ما يذوب تماما نولع النار، نولعهاش قبل ما هو يذوب. بعد ذاب السكر تماما ولعت النار، خلاص ما عاد في شيء، ذاب السكر كله، نخليها لين تبدا تغلي، وبعدها نحط السكر البني. ما عندك سكر بني تقدري تكرملي كوباية سكر وبعدين ذوبيها مع السكر هذا في المية، يعطيك نفس طعم السكر، يعطيك طعمه حلو. المهم بس يعني يفضل ان هو يكون السكر البني. هنقول لك الاضافات اللي انا نحط فيه، بس ما احطش فيه توا. جيتني بنات المية تغلي وقاعدة تصافي، تو نبدا نحط السكر البني. هيذوب بسرعة، تغير اللون. حرك تحريك لان ما يذوب تماما السكر. فهمت كان اني نوصل طعمة العسل باضافة العسل الوطني في النهاية. حتى اللون هذا شوفنا لون، والسكر البني ايضا يعطي في اضافة للطعم مش عادية. يعني رمضان اللي فات ما شاء الله البنات كلهم داروا، فانا انصحكم. ونقول لكم حاجه بنات، درت عشان خاطر كان صور تاره، لاني لقيت الفيديوهات اللي السنه اللي فاتت كلها راحت، فدرت عشان كان مش تعرف ان قدر كان عندي كبير. ربي يحفظ الجميع ان شاء الله. يا بنات شوفوا الجمال اللي ما يبانش تو، يبان لما تحطيه في الغاز او البرطمان. لونه رهيب، وتخزني طبعا ان شاء الله رمضان نحطيه في الثلاجه. يبدأ توه يطلع في الرغاوي ونطفيها.